كل حدا منكم ينقي غنية أي غنية بدنا وهدوليك الباقيين إذا حنان كانت عم تغني رافائيل نسيم هايدي عباس مروان أنا رح ندق لني لحنان أيوة أوكي إذا رافائيل عم يغني رح ندق كلنا لرافائيل هيدا الصف بيخلي تحسوا أنتوا عم تغنوا عم تعمل بان ما بتغنوا مع فرقة عطلع على المسرح هلا ماينس عطلوا ماينس وان مع دانسر خير انتوا عم تغنوا وراكم باند الله انا عايدة حلمي عايدة حلمي كمان والله عندك حلم هتوصل على المحل ترجع هسه اشتغل عليه اوكي ما في يكون لوحدي انا اعطي حفله وانجح فيها اذا ما عندي باند ورا كيمشين مزبوط بدي ابرم بدي اعطيهم اكاعات اربعات بدي احكي مع دراما بدي احكي مع في الجو هيدا الشيء كثير ضروري هيدا الصف كرمال هيك رح نعملها سو انتوا رح تنقوا الغنيه مثل ما هي وكذا هون احنا رح نبدا بيناتكم بده يبلش اول احنا يلا حنون حنونه حنان يلا حنونه حنون حنون انا بدي يلا ايوه الاول موجود انا وكيل انا غني حنان انت معلم انت معلم يلا بلش مرمان 5 6 7 8 هيدا نعم أهو
عندك 50 هون حرية عمر عمر بس لك تيجي حاردنا الله الله يلا جمهور كلنا سوا مع بعض يلا بس لك تيجي حاردنا حلو يا عيوني يلا بس لك تيجي حاردنا تتلف بس حوالينا بس لك تيجي حاردنا كلنا نفوق الحيط معي نسوان نغني نحفظ كل جمعة ايباد يلا نروح 15 مليون مرة الغنية نحفظها نطلع بس لايم على المسرح احلى قول لي مرة طبعا انا صرت ستار عندي غنية فرجيني ستارك على المسرح صح ستار ما شفت منه خليني ستارك شوف ستار على المسرح خليني ستار اهلا وسهلا بهيدي تفضلي بحب اقول في الامسيه السعيده دي ان انا برتاح اكتر في اللايف على الباب
ماينس. يا هلا يا هلا يا هلا. اكيد لايف هي حسيت اكثر وكل احساس يا هيدي. اهلا وسهلا فيكم جميعا. هلا مين بيناتكم بتحسوا اكثر شيء بينفعل مع العالم؟ رفايال. مين اكثر واحد بيناتكم بتحسوا بس توقف على المسرح بتعرف تقمش العالم بلا ما تعمل حركات؟ عباس. انا كمان ما بعمل حركات كثير على المسرح. شو؟ مين؟ يعني لا اصلا ما انا بعمل حركات على المسرح اصلا. لا مش حركات بلا ما بلا ما تعمل حركات بلا ما يتحركوا تجذب العالم حسب الغنيه. هلا بغزين فيني انا غنية مثلا مش حلوه وعم بتحرك على المسرح في حماس في تكمش العالم حاليه. اوكي هون بتكمش العالم. مين بتحسوا بس توقف على المسرح او يوقف على المسرح؟ انا حس هايدي. شو هلا هايدي دائما عندك سمايلي فيس كثير ضروري. اوكي غنية مثلا مش حلو بعد غنية غنية مثلا فيها حب وحنان عم يضحك حنان فيها حنان بتضحك مثلا دائما حلو واحد يعيش الموت الموت عندي عندي دائما هذا الشيء من عيني من تحت تبين. برافو كملي فيها استاذ. انت اذا بس توقف عم تغني هيك فيك شيء كلاسنس بيختك بيجيبك هذا الشيء كثير حلو كمان. حنون نفس الشيء الفرايدي لانك عندكم تحكي كثير حلوه غنيه ثانك يو. عيونكم بيحكوا بس بتطلعوا بتغنوا هذا اهم شيء. وقفتكم شويه حركات فيري نايس. مروان كمان بس صوت كانك جبل انا كسر الريح نزل من فوق جبل ما يهزك فيه حبيبي. اوكي عندك هذا الروح القديم ها على المشغلة على المسرح بس نوقف دايما ما بعرف إذا حدا قالك اليوم دايما بوقف صدري وأنا مرة بوقف هيك على المسرح. أوكي لأنه بتعمل حسابكم دايما إذا أنا وقف هيك أوكي والجمهور كله بوجهي ما بيكون جمهور حوالي صح؟ أنا إذا وقف هيك خيره دايما صح صح إذا بكون هيك فوزي دايما فوزي بوقف صدري بغ تعمل لك شعر كيف صوب دائما بدي اياكم تكونوا بهالنفسيه بهالعقليه ودائما باور بس يجي لنا حفلات ان شاء الله. يعني بدي اخفي انرجي تبعك بس انت كثير عندك انرجي مين؟ انا؟ عندك انرجي كثير انا ايه خبيهم ليش؟ على وقته بتعطيهم انرجي مش كل انسان عنده اياها. في ناس مثلا بيطلعوا بيغنوا اربع اغاني خمس غنيه بتحسوا تلوش بلش بلش كاسيت ينتزع يلا فوق اشتغل. في ناس مثلا بيغنوا ساعات ارهمني ليه؟ مره من بين رميت على المسرح عامل فوكاليز وبيتأثر نفس المرة عند الحفله بيعمل سبور الصبح ساعتين سبور نفس ماشي هيك كمان مش يعني انا نمت 15 ساعة أنا ريحت جسمي مش هذا ريحت جسمي بالعكس كل ما تنام زيادة كل ما جسمك ينام بيتعب سو بنام شوي بعمل سبور شوي بتغدى شيء ما بيأثر معدي يعني توم بصل أسيد ما أسيد بالعكس واطلع على المسرح بكون عندي نفس بكون عندي قوة يعني اطلع على المسرح كسر المسرح نصيب الحلقة كمل الحفلة أول شيء خلينا ناخذ صورة مع بعض كلنا قربوا يلا ولا مرة أخذنا صورة مع بعض صح خلفي مضبوط على اي على الكاميرا الفوقيه انتبه على هيدا مش موبايلك اوكي ايوه ولما بكره من فوق على البنت سيلفي يلا تيرارام هيدا بهيدا الكاميرا يلا انتم ماجد بعد يا عيني ها ايوه انا مش مأموم صفا يلا ثانك يو يا ميرسي البنت ميرسي ميرسي لكم كلك ذوق